السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المتابعين لصفحتنا فاير فايتنج أكاديمي. ما زلنا في غمار الفصل الثامن من الكود الخاص بالرشاشات من إصدارات NFPA في إصداره الأخير 2016، وأيضا ما زلنا في الجزء الخامس من الشرح على هذا الفصل. نحن الآن إن شاء الله في الحلقة أو الجلسة الأخيرة من هذا الجزء، وبذلك إن شاء الله نكون أو سننتهي من الكلام عن الرشاشات وتوزيعها والكلام عن إعاقاتها وما إلى ذلك من الأمور التي تعرفتم عليها في الجلسات السابقة. في هذه الجلسة سوف نتعرف على فقرتين 8.13 و 8.14، بداية مع الرشاشات التي توضع في هياكل التخزين والمعروفة بـ NRAC Sprinklers. ببساطة بعض البيانات الخاصة بهذا النوع من الرشاشات. في حال استخدام الـ NRAC Sprinkler فإن النظام يجد أن لا تزيد المساحة التي مساحة المنطقة المحمية عن 3720 متر مربع شاملة الممرات والمنطقة المشغولة بهياكل التخزين الراكس، وذلك بغض النظر عن عدد ومستويات الرشاشات الهياكل الموجودة في المنطقة المحمية. إذن المساحة لا تزيد عن 40,000 قدم مربعة شاملة كل شيء موجود في المنطقة المحمية. النقطة الثانية بالنسبة لأنواع الرشاشات التي توضع في هياكل التخزين، فهي أما تكون Ordinary أو Quick Response مع K Factor إما 5.6 أو 8 أو 11.2، إما أن تكون Pendant أو Upright. النقطة الثانية أن الرشاشات الـ Intermediate والـ High Temperature Rating يمكن أن تستخدم طبعا وفقا لوجود مصدر الحرارة كما بيناه في الجلسات الأولى في شرحنا على الفصل الثامن في الفقرات 8.3.2. بالنسبة للـ Water Shield، طبعا الرشاشات التي توضع في الهياكل التخزين ربما يأتيها ماء من السقف، من رشاشات موجودة في السقف، أو ربما يأتيها ماء من الرشاشات الموجودة فوقها إذا استخدمنا أكثر من صف رشاشات في هياكل التخزين. ممكن أن أستعمل صف واحد من الرشاشات في هيكل التخزين أو صفين أو أكثر حسب ما هو موضح في الفصول الخاصة بهياكل التخزين. إذا كان لدينا الرشاشات التي فوق ربما تتعرض لتساقط مياه عليها، لابد أن تحتوي على شيلد أو أن تكون لها كما تعرفنا سابقا أنها تكون لها مثل كفر حماية لوقايتها من الماء من الساقط فوقها. في الرشاشات التي أو في رشاشات هياكل التخزين التي تستخدم مع مخزونات أو سلع من تصنيف واحد حتى تصنيف أربعة، يجب أن تكون الرشاشات شيلدد أو تركيب ووتر شيلد شيء يحمي من تساقط الماء، أو أن تكون الرشاشات بذاتها من النوع الانترميديت ليفل راك ستوريج أو أي شيء من هذا القبيل. بالنسبة التي تحمي بلاستيك أيضا نفس الموضوع، تكون إما يوجد شيلدد أو أنها تكون انترميديت ليفل راك ستوريج سبرينكلر. بالنسبة لمسافات التباعد، طبعا المسافات حسب نوع التخزين وطريقة التخزين وطريقة وضع المواد، لذلك تلقى حسب البيانات الموجودة في الفصول الخاصة بالتخزين من الكود. أما المينيموم ديستانس فلا تقل عن 1.8، المينيموم ديستانس لا تقل عن 1.8. بالنسبة للعوائق، طبعا كل الكلام عن العوائق ووجوده في وجه إطلاق الرشاش غير معتبر في الرشاشات التي توضع في هياكل التخزين. السبب واضح أنه هي رشاش يوضع وحواليه البضاعة، فبالتالي هو بالأصل متعرض للإعاقة، فبالتالي كل القواعد الخاصة بالإعاقات لا تدخل ضمن هذا النوع من الرشاشات. وأخيرا الفقرة 8.14 والتي هي البايلوت لاين ديتكتورز. طبعا في الواقع لم يمر علي هذا النوع من الديتكتورز أو هذا النوع من الرشاشات. الكود ذكر بعض النقاط 18 نقطة متعلقة بهذا النوع من الرشاشات، نقرأها نتعرف عليها، ربما أحد يتعرض للتعامل مع هذا النوع من التطبيقات، فهناك 18 نقطة لابد من مراعاتها عند استخدام هذا النوع من الرشاشات.
بالنسبة للنقطة الأولى، نقطة بديهية، إذا كانت لدينا المنطقة معرضة لحدوث تآكل فإن البايلوت والمواسير والفيتنج وغير ذلك يجب أن تكون مقاومة لعوامل الطقس ومقاومة للتآكل. أيضا يجب حمايتها من أي أضرار ميكانيكية مثل دمج أو ما أشبه ذلك من الأضرار، وهذا أيضا كأنه نقطة عامة مشتركة بين جميع الأنظمة والتركيبات، يعني سواء كانت بايلوت أو ستاندر أو ما أشبه ذلك، كلها يجب أن تكون لها نفس هذه الخصائص فيما يتعلق بالكوروجين أو فيما يتعلق بالبروتكشن from mechanical damage أو physical damage. النقطة الثالثة، إذا كان لدينا استخدمنا السبراي سبرينكلرز كبايلوت لاين ديتكتورز فأيضا يجب أن يتم تركيبهم وفقا للبيانات الموجودة ضمن هذه الفقرة. وأما بالنسبة للتباعد وعلاقات التباعد بين الرشاشات والجدار فإنها حسب الفصل الخاص بالرشاشات السبراي، الفقرة 8-6 تكلمنا عنها في السابقا. طبعا أما بالنسبة للعوائق فلا يتم تطبيقها. النقطة فرعية، في حال وجود where located under a ceiling، إذا كانت البايلوت مركب تحت الأسقف فيجب أن يتم تركيبها وفقا للمتطلبات الموجودة في الفصل أو الفقرة 8-6. بالنسبة للتمبريتشر ريتنج للرشاشات السبراي المستخدم كبايلوت، طبعا حسب الفقرة الخاصة بالتمبريتشر ريتنج تكلمنا عنها في بداية الشرح على الفصل الثامن فقرة 8-3-2. النقطة الخامسة بالنسبة للبايلوت هي التباعد، فإذا كان يتم تركيب هذا البايلوت بالنسبة لأماكن داخلية فلا يزيد عن 3.7 متر بين رشاشين. طبعا كنقطة السادسة بأن البايلوت لاين ديتكتورز يسمح بأن يتباعد أكثر من 22 إنش تحت السقف في حال أن الماكسيموم سبيسينج بين الرشاشات أو بين البايلوت ديتكتورز أصبح 3.3 متر أو أقل. إذا التباعد أكثر من 22 بين السقف والبايلوت مسموح به إذا كانت المسافة العظمى للتباعد هي 3 متر أو أقل. طبعا المعنى المفهوم بهذا الكلام أنه إذا كان أقل من 3.22 إنش، يعني 21-22 أو ما أشبه ذلك، فإن المسافة التباعد 3.7 متر. أو أيضا يفهم منه أنه يمكن وضع البايلوت لاين ديتكتورز على مسافة كماكسيموم هي 22 إنش من السقف. طبعا نقطة فرعية على النقطة السادسة أي تقول أنه أي مسافات للتباعد الأفقية مختلفة عما هو مطلوب في 8-14-5 تسمح بها في حال أن مواصفة البايلوت ديتكتورز يسمح بها. طبعا حسب نقطة دائما هي معتبرة في الكود، إذا كانت مواصفة الأمر القطعة أو الجهاز الذي يتم استخدامه مخالفة لبيانات الكود فيتم استخدام ما هو موجود في مواصفة ذلك الجهاز. النقطة السابعة بالنسبة للبايلوت لاين ديتكتورز الذي يتم تركيبه في الخارج مثل الأوبن بروس ستراكتشرز، فإن التباعد بحيث تكون المسافة بين الـ single level of pilot line detectors وبين المستوى الآخر لا يتجاوز 5.2 متر. إذن بالنسبة للتركيبات الخارجية فإن المسافة لا تزيد عن 5.2 متر بين مستويين من البايلوت detectors. النقطة الثامنة تقول أن المسافة العظمى للتباعد بين البايلوت الموجود في الخارج لا يزيد عن 2.4 متر. وأيضا هنا نقطة فرعية على النقطة الثامنة بأن المسافة العظمى الأفقية بين البايلوت والمركب في الخارج في مستوى معين يسمح بأن يصبح أو حتى 3 متر، كان هنا 2.4 يسمح بأن يصبح 3 متر مع تحقيق الشروط التالية. إذن هو الأساس 2.4 يسمح بأن يصبح 3 أمتار كمسافة عظمى للتباعد في البايلوت مركب في الخارج مع تحقيق الشروط الثلاثة التالية، أن المستوي الأول أو الارتفاع المستوي الأول لا يزيد عن 4.6 متر، والمسافة بين المستويات لا تزيد عن 3.7 متر،
وأن البايلوت مركب بشكل أو متموضع، يتم وضع هذه الأكتويترز بشكل رأسي. بالنسبة أيضا نقطة فرعية ثانية، alternate vertical spacing of pilot line detectors differ from those required. أيضا هنا النقطة الأساسية أنه إذا كانت مواصفة الرشاشات تسمح بخلاف ما هو مذكور في 8.14.8.1 فإنه يتم الرجوع إلى مواصفة الرشاش. النقطة التاسعة، بالنسبة للبايلوت لاين ديتكتورز والذي يتم تركيبه في الأوبن سايدد بيلدينجز على طرف المبنى، فإنه يتبع لقواعد التباعد في حال التركيب في الداخل. إذا لدينا مبنى مفتوح من أحد الجوانب، فإنه حسب نظام التباعد في الإندور يتم مراعاتها. بالنسبة كنقطة فرعية، بأنه يقول أن البايلوت الموجود في على الحد الخارجي المكشوف يسمح بأن يكون حسب قواعد للتباعد بالنسبة للتموضع في الخارج، لأنه بما أنه لدي طرف مفتوح فالطرف المفتوح يعامل معاملة البايلوت الذي يتم تركيبه في الخارج. نقطة فرعية أيضا على النقطة التاسعة، فإن البايلوت الذي يتم تركيبه تحت الأوبن كراتينجز يتم توزيعه حسب المتطلبات في التوزيع الخارجي الـ Outdoor Rules. النقطة الثالثة من التابعة للنقطة التاسعة من هذا الخاص بالبايلوت، أنه في حال وجود اثنين أو أكثر من الووتر سبلاي سبراي سيستم، إن منطقة حريق واحدة متحكمة ب بايلوت مختلفين أو بنظامين أو بعدة أنظمة بايلوت مختلفة، فإن الديتكتورز الكواشف الموجودة على كل سيستم يجب أن يتم توزيعها بشكل مستقل وتركيب شبه فاصل بين المبنيين، بما يعرف بالدرافت كيرتين، أو بين عفوا النظامين. في حال منطقة واحدة تحمى بأكثر من نظام تعمل بالبايلوت، فيتم العزل أو الفصل كفصل فيزيائي أو فصل هندسي بين هذه الأنظمة بشكل كامل. النقطة الرابعة تقول بأنه عند تركيب البايلوت في الووتر كولينج تاور أبليكيشن، فيجب مراعاة المتطلبات في الفصل 22 في الفقرة 21 من ذلك الفصل. النقطة العاشرة من المتعلقات بالبايلوت ديتكتورز تقول بأن المواسير المغذية لهذه الديتكتورز تسمح بأن يتم تعليقها من نفس نقطة التعليق المواسير النظام الذي يخدمها. هذا بالنسبة للحوامل، وأيضا بالنسبة أيضا نقطة أخرى تابعة للحوامل، أنها لا داعي لأن الحوامل التي تحمل البايب سبلاينج بايلوت لاين ديتكتورز لا داعي لأن تتوافق مع المتطلبات الموجودة في الفقرة 935. طبعا هذا 9 الفصل التاسع هو الفصل الخاص بالعوائق. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الجلسة ومن الجزء الخامس من التسجيلات ومن الكلام عن الرشاشات بأنواعها. نرجو أن نكون قد وفقنا لتوضيح أو بيان المعلومات في هذه الجلسة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، نشر الفيديو. نلقاكم في الأجزاء الأخرى من الفصل الثامن، الأجزاء المتبقية المهمة من هذا الفصل. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.